بعد جولتنا المنوعة لليوم رح نروح لنستقبل أول ضيوف صباحنا غير. فما كان يوما الشباب السوري إلا عنصر معطاء وعنصر فاعل في المجتمع، ولعل سنوات الحرب التي مرت على سوريا برز دوره بالعمل الإنساني والتطوعي ومد يد العون والمساعدة بشكل أوضح وأعمق. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا باستديو صباحنا غير الدكتور علي نصر عبد الله، وهو أخصائي قلب وأوعية حاصل على جائزة الشباب العشر الأكثر تميزا لعام 2020 على المستوى الوطني عن فئة القيادة في العمل الإنساني. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. صباح النور ويسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور، ألف مبروك بداية على الجائزة اللي حضركم أخذتوها. طبعا كانت بالترشح للجائزة هي من الغرفة الفتية الدولية الجي سي آي. خلينا نحكي كيف تم أنه ترشيحكم وشو المعايير يلي كانت يعني طبعا حطوها بعين الاعتبار حتى منحوكم هذه الجائزه. صباح النور ومبروك للشباب السوري جميعا. الغرفه الفتيه الدوليه تطلق المسابقه يلي هي مسابقه الشباب العشر الاكثر تميزا حول العالم من عام 1983 بالغرف الدوليه الموجوده بالدول الموجود فيها الجي سي اي. بعام 2008 بدأت هذه المسابقة كمان بسوريا لحتى يرشحوا الشباب العشر الأكثر تميزا على المستوى الوطني للمستوى العالمي. في كثير من الشروط للترشح لهذه المسابقة، جزء منها هو أنه يكون شاب بين عمر 18 والأربعين. هذا الشاب بيكون عن أحدى فئات الترشح، أما فئة الترشح في 10 فئات، جزء منها له علاقة بالإنجاز الثقافي، جزء له علاقة بالإنجاز الطبي، جزء له علاقة بالعمل القيادي الإنساني وكثير من المجالات الثانية. نعم دكتورة، حضرتك حصلت عليها عن فئة العمل الإنساني، خلينا نحكي اليوم عن نشاطك بهذا المجال أكثر. نشاط بالمجال العمل الإنساني بدأ تقريبا بعام 2008-2009 بمجموعة من المشاريع يلي كنا ننفذها كطلاب بالمدارس مع فئات اليافعين، وانتقل العمل ليتطور بعام 2011-2012 لبلشنا نأسس مجموعة من الفرق التطوعية، بعدين العمل بمجموعة من المنظمات الدولية والمنظمات المحلية والمشاركة بتأسيس العديد من الجمعيات والمؤسسات الموجودة بسوريا، واختتاما بتأسيس منظمة سلام الشبابية اللي هي منظمة بتهتم بمجموعة من القضايا ومجموعة من البرامج، وأهمها برنامج التنمية المجتمعية لكل فئات المجتمع ضمن برامج العمل يلي بتدعو لبناء السلام واللاعنف. نعم نعم، يعني الشباب العشر أيضا الباقيين كان لهم اختصاصات مختلفة ولا كانوا لأهنن من نفس الاختصاص؟ هي 10 فئات مثل ما خبرتكم، جزء إلى علاقة إنجاز والتطوير الشخصي، جزء له علاقة بموضوع الإنجاز الثقافي، الإنجاز الطبي، القيادة الإنسانية، ريادة الأعمال والاقتصاد. فهدول 10 فئات بيتم الترشح عليهم من قبل أحد أعضاء الغرفة الفتية الدولية، بيرشح هذا الشخص اللي بيكون متميز، وهي المسابقة هي لتكريم وتقدير المتفوقين الشباب الموجودين حول سوريا بداية وترشيحهم للعالمية، لتحفيز الفئات المجتمعية الشبابية الموجودة في كل العالم للعمل والسعي نحو تطوير حالها ولحتى تتمكن هي من العمل اللي عم تتنفذه. نعم دكتور، عرفنا من حضرتك اليوم الفئات للعشر أشخاص على المستوى المحلي، ولكن حضرتك أيضا مرشح اليوم لتكون من أفضل 10 أشخاص من الشباب الأكثر تميزا على مستوى العالم. خلينا نحكي اليوم شو المعايير اللي رح تكون على مستوى العالم وإمتى ممكن تصدر النتائج؟ هلا في لجنة حكم مثل ما كان في لجنة حكم على المستوى الوطني بتقيم جميع المتقدمين أو المترشحين لهي المسابقة، وبيتم بناء على معايير واضحة موجودة عند الغرفة الفتية الدولية. بعد ما يترشح الأسماء العشرة الأكثر تميزا على المستوى الوطني إلى المستوى العالمي من كل دولة من الدول، في لجنة مركزية كمان على المستوى الدولي بناء على مجموعة من المعايير ومجموعة من الاعتبارات بيتم أخذها بعين الاعتبار لحتى يتم اختيار العشرة الأكثر تميزا حول العالم. بالإضافة بيكون في تصويت كمان من قبل الجمهور للأشخاص الأكثر تميزا حول العالم لحتى يتم الاختيار. نعم تمام، يعني في شروط معينة للشباب للترشح ولا يعني لأي حدا هو فيه يترشح بشكل عام؟ طبعا من بعد ما نالوا الجائزة بسوريا وهن متجهين نحو الجائزة العالمية.
ضمن فئات الترشح وشروط الترشح الأساسية الموجودة على المستوى الوطني، موجودة على المستوى العالمي، ولكن يكون تقييم الإنجاز بشكل أكبر ويتم المقارنة بين جميع الأشخاص المترشحين على المستوى العالمي عن كل فئة من الفئات وبعدين بين جميع الفئات. نعم دكتور، خلينا أكثر نحكي اليوم عن الشروط. بيكون في موضوع معين، بيكون في مثلا مسيرة معينة، عدد مستفيدين أكبر، شو هي المعايير اليوم اللي بيكون باتباعها بهيك نوع من الجوائز؟ هلا شروط الاختيار بشكل أساسي ماني على اطلاع فيها، بس اللي بنعرفه انه في جزء اساسي انت بتترشح يعني فئه واحده فقط. كمثال تم ترشيح يعني فئه القياده والعمل الانساني، بالرغم من ذلك بدك تحكي عن المسيره كامله، سواء كانت الانجاز الثقافي او الانجاز الشخصي او الانجاز الاكاديمي. بمختلف الانجازات اللي انت عملتيها يجب ذكرها ضمن استمارة الترشيح لحتى يتم أخذ الشخص كشاب كامل بجميع الإنجازات اللي هو حققها، ولكن عن فئة معينة أكثر من غيرها اللي بيكون هو فيه إلى مسيرة أطول. نعم. يعني مثل ما بنعرف نيرمين، المشاريع الشبابية هي مشاريع طبعا هلأ يعول عليها بهذه الفترة تبع إعادة الأمر، ومثل ما بنعرف حضرتك بمنظمة سلام أكيد، وأكيد أنتم عم تتعاونوا مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على طرح مشروع شبابي. خلينا نحكي هيك شوية تفاصيل عنه. مشروع يونغو هو مشروع شبابي لمنظمة سلام، بدأ كاستجابة اليوم كحملة للاستجابة الوطنية. اليوم في حاجة كتير كبيرة موجودة بظل الفيروس والجائحة اللي نحن عم نشوفها في كل أرجاء العالم، اللي عم تتطلب الحجر الصحي الموجود. فعمليا اليوم العالم عم تضل ببيوتها، وفي كتير من العالم هنن أشخاص بحاجة للعمل اليومي يلي بيحصلوا فيه على القوت اليومي لإلهم. فعمليا انقطاع العمل عن هدول الأشخاص سبب مشكلة في عدم توفر المكسب المالي القادرين يعيشوا فيه. اليوم اجت الاستجابة الوطنية من جميع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الموجودة بسوريا، بالإضافة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كراعي رسمي للحملة الوطنية، لحتى نكون عم نشتغل اليوم على الأرض كفئات المجتمع كاملا لمساعدة هدول الأشخاص. بالمشروع الشبابي اللي أطلقته منظمة سلام، هو مشروع بيهدف لاستثمار الرأس المال المجتمعي، واليوم عم نذكر الرأس المال المجتمعي هو كل فرد في المجتمع بجميع الإمكانيات المتوفرة عنده. اليوم إذا جمعنا هي الموارد الموجودة عند كل شخص قادرين نعمل عمل كتير عظيم، لأنه اليوم مهما كان العمل صغير ومهما كانت الموارد الموجودة عند كل فرد صغيرة، ولكن اجتماعها مع جميع المكونات قادرة تكون مورد كتير كبير يستفاد منه كل الأشخاص. نعم. قبل ما نكفي بموضوع مشروع يونغو، خلينا نرجع على منظمة السلام يلي حضرتك مديرة، خلينا نتعرف عليها أكثر. أيمت بدأت نشاطها؟ شو المجالات يلي هي بتعمل فيها؟ المنظمة هي منظمة مرخصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برقم إشهار 504. هي المنظمة بتشتغل على مجال التنمية المجتمعية بشكل أساسي ضمن مجموعة من الأهداف. المنظمة هي أول منظمة شبابية بقودة الشباب بسوريا. اليوم نحن كمجلس أمناء كلنا شباب، اللي أسسنا واللي خططنا واللي عملنا لحتى تتأسس منظمة سلام. اليوم الفئة المستهدفة الأساسية هي فئة الشباب كفئة فاعلة ضمن المجتمع، ولإيماننا أنه هي الفئة الأكثر قدرة ومرونة على العمل، بالإضافة أنه قادرة تأثر بغيرها. يعني اليوم فئة الشباب قادرة تأثر بالأطفال وباليافعين لتكون قدوة لإلها، وبالمقابل قادرة تأثر بالكبار لحتى هي تكون العنصر الحرك يلي قادر يعني الأكبر عمرا يوثقوا فينا نحن. فاليوم المنظمة بتهدف لحتى تدعم الشباب بمجموعة من مشاريع بناء القدرات والتمكين. صحيح. بالإضافة إلى دعم المرأة بمجموعة أيضا من برامج بناء القدرات والتمكين. نعم. ورفع الوعي لدى المجتمع. بالإضافة إلى إقامة المساحات وحاضنات الأعمال لتعزيز عملية التماسك المجتمعي وتقديم الخدمات المجتمعية. بالإضافة لجزء له علاقة بتأسيس المشاريع التنموية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وجزء منها هي توفير كمان فرص عمل للشباب. صحيح. يعني لأي مشروع دكتور في هدف معين دائما مثل ما ذكرت حضرتك، وخاصة بده يكون الهدف هو لصالح الصالح العام. يعني نحن مثل ما بنعرف مرينا بظروف صعبة، ظروف حرب،
بنهدف نحن دائما من إقامة أي مشروع شبابي هو تأمين مثل ما حضرتك حكيت فرص عمل، كمان للعنصر اللي هو كتير مهم بالمجتمع اللي هو المرأة وأيضا الطفل. يعني يمكن كمشروع أنتو شبابي دائما بيكون في هدف معين، ولكن هو بيروح لصالح العام، ولكن دائما بتركزوا على نقطة معينة، في شيء عم بتركزوا عليه من خلال هذا هدول المشاريع المقامة، يعني مو شيء مركز عليه بغير العموميات اللي حكينا فيها. شيء اللي مركزين عليه الشباب قادر متمكن قادر يأثر بغيره بمجموعة من المبادرات والمشاريع ضمن المجتمع. اليوم نحن الهدف الأساسي هو الشباب يتمكن لحتى يكون قادر يشتغل مع باقي فئات المجتمع بتطويره وبتمكينه. حلو. نعم. دكتور، بالعودة لمشروع يانجو، قلنا أنه هو يهدف إلى استثمار رأس المال المجتمعي، وعم نشوف كتير اليوم من الفنانين والشخصيات البارزة بالمجتمع عم تكون موجودة وعم تقول أنا قبلت التحدي. خلينا نعرف اليوم عن دورهم شو عم بيكون بقلب هذا المشروع. مشروع يانجو بالعودة لإله، نعم، هو مشروع أكثر من نطاق. المجالات اللي بيشملها هي المجال التنموي وإله أكثر من هدف، وجزء منها هي مجموعة الأهداف الموجودة لدى منظمة سلام. صبيناها بمشروع يانجو لحتى يكون مشروع شبابي عم ينطلق للمجتمع اليوم كمنصة إعلامية موجودة، كمجموعة على الفيسبوك تستقبل كل أطياف المجتمع السوري، لحتى تكون هي المنصة مثل مساحة مشتركة بنتبادل فيها الأفكار وتتعزز مجموعة من القدرات الموجودة عند الشباب. هذا كان نطاق تنموي. كان نطاق خدمي اليوم نحن في دور لنا بالمجتمع، فكان نطاق خدمي اليوم يعني وجدنا أنه في ضرورة لحتى نطلق الجانب الخدمي قبل باقي الجوانب. كان نطاق خدمي هو استثمار الموارد المالية الموجودة عند الشخص بجزء كتير بسيط، نعم، حسب استطاعة الشخص، تبرعه بألف ليرة، يعني نحن أطلقنا مثل الحملة يلي هي بدأت من كلام أحد الأطفال يلي مستفيد بالمراكز التنموية اللي نحن عم نشتغل فيها. خبرنا كان مثل حلم هو لإله، أنه مثل كانت بإحدى الجلسات أنه دكتور نحن كنا ألف شخص وتبرع كل شخص بألف ليرة، حلو، نحن قادرين نجمع مليون ليرة شهريا اللي هي ما أثرت ولا على شخص وبالمقابل رح تفيد عيال كثير. من هون بلش المشروع كنطاق خدمي، فعززنا هاي الفكرة لحتى نحن يكون هذا المشروع مطروح للفئات المجتمعية كاملا ومطروح على السوشيال ميديا للأشخاص لحتى هنن يقبلوا التحدي ويشاركوا سواء كان بالدعم المادي أو بالدعم الإعلامي. واليوم حطينا أكثر من نطاق للخدمة أو لتقديم المساعدة والدعم. جزء منه هو الدعم الإعلامي، أنه ممكن أنا ما أكون قادر أقدم مساعدة مادية، ولكن قادر أنا أوصل لأشخاص قادرين يقدموا المساعدة المادية وأنا أعرفهم على هذا المشروع لحتى يكون منصة لإلهم لحتى هنن يساعدوا ويخدموا. وبالمقابل الجزء الثاني هو تقديم المساعدة المالية حسب استطاعة الشخص سواء كانت ألف ليرة أو غيرها، مع تعزيز فكرة الاستمرارية والاستدامة يلي هي ضمان عدم الانقطاع للعائلات من هذا المورد المالي اللي نحن يمكن نأمن لهم اياه. بالإضافة لجزء أخير من المشروع يلي هو مجال الشأن العام، وهو مجال كتير مهم اليوم بسوريا. هذا المجال بيشمل جميع الجوانب التي تهم جميع الشباب وجميع الفئات المجتمعية، وهو موضوع يعني بيشمل جميع القضايا يلي قادر الشخص يهتم فيها ويأثر فيها ويحكي فيها. نعم دكتور، يعني دائما نحن بأي شيء بنقوم فيه بحياتنا سواء بمشروع أو بعمل صغير جدا بنواجه صعوبات معينة، ممكن هذه الصعوبات نحن نقدر نتجاوزها وممكن أحيانا تأثر علينا، لكن دائما نحن بإرادتنا بالهدف اللي نحن بدنا نوصل له ممكن نتجاوز هذه الصعوبات. في صعوبات معينة هيك عم بتواجهكم يعني أو عم نقدر نحن نتجاوزها بمرونة؟ خلينا نقول هلا اليوم إذا بدنا نحكي كإطلاق مشروع خدمي، اليوم الجزء الأساسي للصعوبات هي وصول العالم لمكان التبرع أو نحن تواجدنا بكل مكان لحتى نسهل للعالم تبرع أو مساعدتهم أو دعمهم. اليوم في حجر صحي، واليوم نحن عم ندعو العالم جميعا للبقاء في بيوتها إلا للإضطرار أو لوجود عمل هي محتاجة لإله. فاليوم في كتير صعوبة أنه نحن اليوم العالم أنه تقديم دعم وبالمقابل أنه ما تطلعوا من بيوتكم، ولهيك هي كانت صعوبة وتحدي بالنسبة لنا. واجهناه نحن كفريق عمل لحتى نبحث عن طرق قادر الشخص يدعم ويساعد
من خلال بيته أو من خلال تحركه بمنطقته الصغيرة. اليوم في كثير من شركات الصرافة الموجودة بسوريا والتحويل، فاليوم نحن استثمرنا وجودها في كل مكان موجود بسوريا لحتى تكون هي نقطة لدعم الأشخاص ومساعدتهم عن طريق هي المراكز لتوصل للحساب البنكي مباشرة للمؤسسة، بالإضافة إلى جزء ثاني اللي هو عن طريق الموبايل. اليوم كمان استثمرنا وجود هي الخدمة عند شركات الاتصال الموجودة بسوريا، كمان عن طريق الموبايل قادر الشخص يتبرع ويساعد ويقدم الدعم لحتى توصل للحساب البنكي مباشرة، وقادرين نحن بعدين نوصلها للعائلات. نعم دكتور، يعني اليوم نحن عم نحكي عن توحيد الطاقات، طاقات الشباب، طاقات كل المجتمع اليوم ليكونوا موجودين بهذا المشروع. ونحن بنعرف الوضع بسوريا قديش هي الحاجة ماسة. أي مشروع بيكون في أهداف قريبة وأهداف بعيدة، خلينا نحكي اليوم عن رؤيتك لهذا المشروع من خلال تحقيق أهدافه القريبة وبعدين البعيدة. بالنسبة للأهداف القريبة هو تقديم الدعم للعائلات المحتاجة الموجودة اليوم في بسوريا. اليوم نحن هذا كهدف أساسي اليوم موجود وعم نشتغل عليه بشكل أساسي. هذا المشروع الخدمي اليوم نحن أطلقنا استمارة، هي الاستمارة لتسجيل العائلات المستفيدة من هذا المشروع. في حوالي أكثر من 1500 استمارة سجلت يعني تقريبا ب 24 ساعة. وهذا الموضوع بيحملنا مسؤولية كتير كبيرة، وبالمقابل رح ننقل هي المسؤولية اللي نحن رح نتحملها لباقي أفراد المجتمع، أنه اليوم هي مسؤولية الجميع. واليوم نحن من الواجب الأخلاقي والإنساني الموجود عند الكل أنه نحن نساهم ونشارك لحتى نحن نقدر ندعم بعضنا البعض كلياتنا بتوحيد جهودنا. أكيد، يعني بناء المجتمع، وخلينا نقول بهذه الفترة المقبلة اللي نحن مقبلين عليها إن شاء الله تكون خير يا رب، نحن دائما متفائلين. أكيد يعول على الشباب، شباب سوريا يلي أثبت خلال الأزمة قدرته على مو بس يعمل مشاريع، قدرته على بالمسؤولية وقت ينحط بموقف صعب سواء بفترات الحرب أو بهالفترة اللي نحن اللي عم نمر فيها وباء كورونا. بدنا نرجع نذكر مشاهدينا بالجائزة اللي انتم هلا مستعدين لها، هي الجائزة العالمية. ان شاء الله يا رب دائما نحن بنتامل او بنتمنى تكون من نصيب اي سوري، لانه نحن بنفتخر بالسوريين. بدنا منك كلمة أخيرة هيك لكل يلي عم بيتابعنا، تفضل. اليوم جزء أساسي اللي بدي أحكيه هو الشباب، لأنه دائما نحن اليوم شباب من أجل الشباب، لحتى نحكي أنه اليوم نحن عناصر ملهمة ومحفزة لبعض. اليوم عمل أي حدا من الشباب هو بيحفزنا لحتى نشتغل أكثر، لحتى نسعى لتطوير حالنا بكل الجوانب، سواء كانت الجوانب الشخصية أو الجوانب المجتمعية اللي ننطلق فيها لخدمة المجتمع. اليوم بغض النظر عن الجانب الطبي أو الجانب الأكاديمي اللي أنا عم أشتغل عليه، اليوم في جانب إنساني هو يمكن اللي ترشحت عليه وفزت عليه على المستوى الوطني، ترشحت حاليا على المستوى العالمي. اليوم دعوة لكل الشباب، هي رسالة إنسانية أنه اليوم نتحمل المسؤولية المجتمعية جميعا لحتى نكون عم نخدم المجتمع، وتكون الإنسانية هي الرقم واحد الموجود لنا بمختلف جوانب حياتنا المهنية والعملية. نعم دكتور، يعني لما نحن نحكي عن طاقة الشباب السوري، هي طاقة الفعل عم بتكون دائما بعيدة عن التنظير والمبادرات، إذا فينا نسميها الخلابية. بدنا نتشكر اليوم وجودك معنا، بنتمنى المرة الجاية نستضيفك بنفس المكان لما تأخذ الجائزة وتكون واحد من أكثر الشباب تميزا على مستوى العالم. بدنا نتشكرك كثير. أهلا شكرا لك. بدنا نشكرك دكتور ناصر عبد الله، أخصائي قلب وأوعية، دكتور علي ناصر عبد الله. كل الشكر لك، نورت صباحنا. شكرا لكم، صباح الخير.